يقال إذا حكمت الميليشيات والعصابات من يجرؤ على محاربة الفساد، وهذا مثال حي تجسده ميليشيات الحوثي في سيطرتها على صنعاء من خلال فساد قاداتها ونهبها لمقدرات الدولة على حساب معاناة الشعب، إذ حذرت مصادر بيئية وصحية في العاصمة صنعاء من مخاطر حقيقية باتت تهدد سكان 35 حيا سكنيا في المدينة جراء طفح مياه الصرف الصحي وفساد قادة الميليشيات الحوثية واستيلاء على مخصصات الصيانة ومساعدات المنظمات الدولية. وأكدت مصادر محلية صحية وأخرى بيئية في صنعاء لصحيفة الشرق الأوسط أن نحو 35 حيا سكنيا من أصل 90 باتت تواجه كارثة بيئية وصحية بسبب طفح مياه الصرف الصحي، الأمر الذي يفاقم التفشي المتسارع للعديد من الأوبئة والأمراض القاتلة نتيجة لتقاعس الميليشيات عن القيام بواجباتها في إزالة التراكمات والأتربة وفتح الانسدادات الحاصلة في شبكات الصرف الصحي وشفط المياه الراكدة على مقربة من منازلهم. وحذر أطباء مختصون في صنعاء في وقت سابق من أن مياه الصرف الصحي تتسبب بأكثر من 15 مرضا خطرا ومميتا نتيجة احتوائها على أنواع متعددة من الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات والطفيليات والمواد السامة المستخدمة في الغسل التي تزيد خطورتها عند اختلاطها بالمياه الخارجة من المستشفيات بمحتواها من الدماء والمواد الكيماوية والعضوية الضارة. وأكدت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير حديث لها أن أكثر من 21 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة للحصول على الرعاية الصحية، في حين قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن قبل أيام إن نحو 19 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي.